السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله راكم بلا، ان شاء الله راكم الله عاودوا لينا بعد غياب طويل، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي يعني داير بروغرام باش الانسي ندير لكم فيديو شاك دي سيمان ولا شاك ان سيمان بيان سور اذا تلاقيت تفاعل من الجهه تاعكم. اليوم فيديو فريمون اوتيل وشغل هاد لا كيسيون دور بزاف في الدومين هذا تاعنا تاع السبور تاع البودي بيلدين تاع الفيتنس ايتو اللي هو لي كومبليمون اليمونتير. رانا نشوفوا في هذا الدومين بلي كل خطره راه يخرج لنا هضره جديده ولا حكايه جديده ولا خرافه جديده، يقول لك بلي كاين كومبليمون اليمونتير هذا مليح للنساء، هذا مليح للرجال. كومبليمون اليمونتير يعاونك باش تزيد لا ماس مسكولار في الصدر ولا لي جون، مي هي لا فيريتي ما كاش هاد الصوالح. واليوم غادي نطرقوا لي كومبليمون اليمونتير اللي تسحقوهم واللي ما تسحقوهمش، لي كومبليمون اليمونتير اللي فريمون زعما غادي ينفعكم ولي كومبليمون اليمونتير اللي راح يكونوا تضيع تاع الدراهم وما تسحقوش باش تشربهم. بيان سور في التالي غادي نهضر اوطون كو جو سوي ديابيتيك، غادي نهضر على لي ديابيتيك تاني لي كومبليمون اليمونتير اللي قدو يوتيليزوهم ولي كومبليمون اليمونتير اللي مادا بيهم ييفيتوهم. بون وكدليل على المصداقيه تاع هاد الفيديو، انا ما راهم مخلصين لي شركه تاع لي كومبليمون اليمونتير، ما نخدم معاها ما والو، سما غادي نعطيكم رايي بكل صراحه وبكل شفافيه. الو نبداو انترو. كومبليمون اليمونتير والاكثر تداولا والاكثر استعمالا سيرتو عندنا حنا العرب ولا ليزالجيريا هو لي غينير، مكملات الضخامه. هما غادي يعاونوكم في كوتي تاع كوسون زعما بلان دو كالور، صافي دير فيهم بزاف سعرات حراريه باش تزيدوا في الوزن. مي الا بغينا نعرفوا هاد السعرات الحراريه اللي راها زايده واش راها زايده، اسكو رانا زايدينها من مصادر اللي فريمون راح ينفعونا ولا سكر؟ لا ماجوريتي اللي يدوروا في السوق تلقاهم معمرين غير سكر. تسمى انت غادي كي غادي تزيد البوا ماذا بيك تزيد البوا تاع ميسك ماشي تزيد البوا تاع غرام، باسكو كيما طلعت هذيك البوا غادي تعاود تولي ازيرو لو مومون اللي تحبس هذاك لو كومبليمون اليمونتير، سيرتو اذا ما كنتش نيت عادات نتاع الاكل. صافي دير نتايا ماذا بيك تكون تعتمد من اكثريه على الاكل تاعك، وحنا لي زالجيريا الماكله تاعنا غنيه ريش اون كربوهيدرات، مسمى الماكله تاعنا لا ماجوريتي تاعها تلقاها غير كارب، الكوتي اللي تلقاه ناقص هو البروتين اللي غادي نهضروا عليه من بعد بيان سور. سما انتم دروك في بلاصه ما تشري كومبليمون اليمونتير هذا تاع غينر ولا تنجم تاكل غير روز لي بات شوفان لي ليغيم لي فروي، عندك مصادر تاع كربوهيدرات لا تنتهي سيتو احنا عندنا، تسمى تشريهم بثمن رخيص اللي غادي يخليك توفر دراهمك خير ما غادي تشري هاد الكينار. حاجه الاولى تضيع دراهمك، حاجه زوج غادي تضيع وقتك، وكي غادي يكمل الكومبليمون المونتير هذا تاع الكينار ما غاديش انت تقعد حياتك كومبليمون تشري، شحال من واحد يشري ومن بعد يقول لك اه عاود غير حكمل لي عاود وليت ازير وعاود مقاس تاع هادي، علاه؟ خاطرش ما كانش يتعلم كيفاه ياكل كيفاه يريكلي الماكله تاعه، هو زاد في لا دوز تاع لي كالوري مي شغل كيما نقولوا زاد الطريقة ماشي مليحة، أو ميم طون غادي هذيك لي كالوري غادي يعاود ينقصوا لو مومون اللي هو غادي يروح يقيس هذاك الكينار ولا ما يعاودش يوتيليزيه ولا يكمل له ولا. لا ماجوريتي تاع الكينار كيما قلت لكم تلقاهم غير سكر، سما فايدة ما كانش، هذه هي سما اعتمدوا على الماكلة وموراها حدا روحوا حوسوا على لي كومبليمون اليمونتير، الماكلة هي الصح. الو دروك نروحوا للدوزيام كومبليمون اليمونتير اللي كاع نعرفوه اللي هو بي سي ا او. بون بي سي ا هو مجموعة أحماض أمينية اللي تتكون من لوسين إيزولوسين وفالين، مي لو بروبليم كو هاد لو كومبليمون أليمونتير ماشي فريمون نيسيسيار، باسكو كي تكون باريزون في بيريود تاع تضخيم تاع فوليم هاد الأحماض الأمينية غادي توفرها بكل سهولة كي تكون تاكل فائض من السعرات الحرارية وتوفر احتياجك من البروتين. وكما قلت لكم هو هذا الكومبليمون المونتير مبني على مجموعه احماض امينيه اللي ذكرتهم سابقا، وهذه الاحماض الامينيه شغل هي جزيئات ولا هي وحده من الجزيئيات اللي كاينه في البروتين. سما انت لو كان تكون تاكل البروتين تاعك وتكون في فائض من السعرات الحراريه غادي توفرها 100%. نشوف الكوتي تاع التنشيف، في الكوتي تاع التنشيف بالك الانسان يستحقها مي غادي يتحقها بنسبه قليله تاع 10% ولا هذيك اون كا زعما كيما نقولوا كنت تريني
بتمارين عالية الشدة وما كاش عندك مكمل بار اكزومبل واي بروتين ولا مي لو كان يكون عندك مكمل واي بروتين الذي انصح به بشدة كي يكون عندك لا واي بروتين صايب بي سي ا تضيع تاع دراهم وغادي غير تقيس دراهمك في التفيش وفي الشكل. ثالثا كاين مكملات حوارق الدهون. مكملات حوارق الدهون لو كنشوفوا الدراسات اثبتت بلي الفعاليه تاع هاد المكملات جد ضئيله وما كانش حاجه سموها حارقه الدهون. كاين حاجه سموها نقص في السعرات الحراريه ولا كيكون النشاط تاعك زائد على مستوى الاكل اللي راك دخله تما غادي تنقص في الوزن تاعك وموراها العمليه غادي تدي وقت مع التدريب بالطبع باش الكور تاعك يولي يحرق الدهون. هادو حوارق الدهون هي شغل كيما نقول مكملات اللي راح تعاونك باش تبوستي الميتابوليزم تاعك حاجه مليحه مي فريمون الا كنا نعرفوا كو هما ماشي فريمون حوارق الدهون ما غاديش يروحوا ينقصوا لك غرا ولا هما جوست فيهم دي برودوي هكا باريزون كيما الكارنيتين الارجينين تما هاد الصوالح اللي يعاونوك باش تبوستي الميتابوليزم تاعك. دروك نروحوا للمكملات اللي تسحقها نبداو بالواي بروتين. الواي بروتين شغل هو افضل مكمل تقد تخدم به. الواي بروتين هو عبارة عن بروتين سريع الامتصاص يكون على شكل بودر ولا وشغل هو راح يوفر لك ولا غادي يعاونك باش تكمل احتياجك اليومي تاع البروتين. بون تقد تحتاج له تقد ما تحتاج لهش. اذا كنت تاكل مليح وتوفر احتياجك اليومي تاع البروتين من الاكل تاعك كما نقولوا ما غاديش تحقه. مي شكون فينا اللي غادي ينجم يبريباري دي روبا كل يوم ويوفر هذيك الاحتياج تاع البروتين كل يوم باش توصل باغ اكزومبل نقولوا حنا واحد خاصه 160 غرام بروتين بار جور ما غاديش تقول فريمون غادي تنغبن باش توجدها ولا توفرها غير من الاكل تاعك. تسمى الواي بروتين راح يعاونك كما نقولوا هو خفيف سريع التحضير خفيف غير دير له ماء ولا دير له حليب وتكونسومي في اي بلاصه في اي وقت وراح يعاونك باش تنقص هذيك الديكالاج تاع بريباراسيون تاع الماكله ونتاع لي روبا. كاين اللي باغ اكزومبل ما يقدش ياكل سي روبا ولا ما يقدش ياكل سي روبا بار جور ولا تسمى انت تنجم تعاون بهذاك الشيكر تاع البروتين. المكمل الثاني اللي ننصح به هو الكرياتين. الكرياتين يعد المكمل اكثر دراسه في المجال هذه تاع المكملات واللي العلماء داروا عليه بزاف تجارب باش يشوفوا الفوائد تاعه والسلبيات تاعه. لي زيفي نيجاتيف تاعه ما كانش ابار على لي جون اللي عندهم دي مالادي كرونيك وهذه غادي نهضر عليها ابري كي غادي ندخل في الكوتي تاع الناس ديابيتيك كيما انا. تسمى كرياتين يعد مكمل جد مفيد راح يعاونك سيرتو في المرحله تاع الضخامه راح يوفر لك طاقه راح يعطيك طاقه راح يعاونك باش تزيد في الاداءات تاعك في التدريب وتزيد في لي بيرفورمانس تاعك في لونترينمون وراح يعاونك باش تزيد في الضخامه العضليه بعد مده معينه. يقول لك لا كرياتين تسحق 90 غرام بار جور وكاين الناس اللي يديروا هذيك الاوفرلود تاع 20 غرام بوغ ان بيريود 5 جور ولا عاد موراها يبداو ينقصوا بشوي. مي انا كونسييكم اذا درتوه ديروا غير 5 غرام بار جور على مده طويله من 2 سيمان الفوق ولا 3 سيمان راح تبداو تشوفوا لا ريزيطا. هي من 2 سيمان الفوق غادي تبداو تشوفوا لا ريزيطا تبداو تشوفوا لا ديفيرونس وتحسوا بهذيك لا ديفيرونس تاع لا كرياتين اللي راح تعاونكم بيان سير مع الاكل تاعك باسكو المكملات الاسم تاعها مكمل صافادير غادي تعاونك باش كيما نقولوا تطور روحك ولا باش توفر النقص اللي راه عندك مي ما غاديش هي تخدم الخدمه تاع الماكله. نروحو تاني لي بري ورك اوت مشروبات الطاقه. هذا سيدها بيرسونالمون فريمون ايتيلي ينفعكم سيرتو في المرحله تاع التنشيف. كي تكون في المرحله تاع التنشيف غادي تكون عندك الطاقة منخفضة سيرتو غادي كي تكون منقص السعرات الحرارية وكاع وسيرتو إذا كنت منقص لي غليسيد اللي هما السورس دينرجي غادي فريمون تحس بالعياء هادي فاش لايتو لا فاتيك. تسمى البري ورك اوت غادي فريمون ينشطك ويعاونك باش كيما نقولو تقدم أداءات أفضل. كمل الطاقة ولا البري ورك اوت هادي تأخذ قبل التدريب هي أون جينيرال شنو تلاقو فيها نورمالمون بيتا ألانين تلاقو فيها نورمالمون سيترولين مالات وكاين اللي تلاقوا فيهم هي لا ماجوريتي فيهم لارجينين كاين فيهم كارنيتين كاين وكاين وكاين الكافيين بيان سور اللي هو بيان سور اللي راح يعاونكم باش تكونسونترو وتزيدوا في الطاقه والاداء تاعكم. تسمى هذا هو اون جينيرال لو بري ورك اوت راح يعاونك باش تزيد في الطاقه تاعك وتزيد في الاداء تاعك في التدريب راح يعطيك فريمون انرجي اكسبلوزيف وراح يعاونك باش تكونسونتري في لونترينمون شغل يفيقك ما غاديش يخليك هكا تحس بالعياء ولا ينشطك وماندو راه يعطيك بومب وضخ الدم يعني فريمون سما يعاونك سيرتو في المرحله تاع التنشيف. في المرحله تاع التنشيف نصحك مي كاين حاجه نيجاتيف كو كي توالفه
ولا تكون تاكلها ولا تكونسومي كل يوم غادي يخليك لو كان ما تكونسوميش هذا البري ورك اوت راح تحس بلا فاتيك بالعيا بالخمول بالكسل زعما البري ورك اوت استعملوه فقط في الاوقات اللي فريمون يكون عندكم سيونس كيما نقولوا فري انتونس صافي دير يكون عندك حصه تدريبيه عاليه الشده وحاله تاع التعب ولا ثم عندك ماكسيموم 3 فوا ماذا بك 3 حتى 2 فوا بار سيمين ما ديباسيهاش جوست باش من الكور تاعك ما يوالوش البري ورك اوت وتقعد مادابتي عليه ولو كان ما تكونسوميش تحس بالفشله والعيا وكاباب تريني ما والو. دروك نروحوا للناس ديابيتيك بون لي ديابيتيك كاين مكملات اللي هي كيفيتوهم باسكو غادي يمرضوهم ولا عندهم دي زيفي نيجاتيف عليهم ماشي كيما على لي جون اخرين. الحاجه الاولى اللي نبداو بها هي الجينار. الجينار راه معمر غير سكر وغليسيد وشغل الناس كيبغيو يزيدوا في البو باغ اكزومبل دي ديابيتيك كيما انا كنت تبغي تزيد في البو تقول نشري جينار اللي غادي يزيدني في البو اون كونتر هو بويسك فيه السكر شنو غادي يدير غادي يطلع لك السكر وكي يطلع لك السكر ما غاديش تزيد غادي اون كونتر تنقص وغادي تشوتي في البو تاعك تقول عليه انني نكونسوميه مي راني ننقص راك تنقص باسكو تو سامبلومون راه يطلع لك السكر وكي يطلع لك السكر غادي تبدا تنقص في البو تاعك باسكو يصرى اختلال في لو كور تاعك سما ماذا بكم لي جينار ايفيتيهم كاع وعندكم المكمل الثاني اللي كنت نهضر عليه به هو الكرياتين. الكرياتين ماغري الفايده الكبيره تاعه مي للاسف بوغ لي ديابيتيك لا ينصح به باسكو لي ديابيتيك ديجا عندهم دي بروبليم تاع ديهيدراسيون سافو دير نتاع جفاف الجسم ولا نقص السوائل في الجسم سما لي ديابيتيك ديجا يشربوا اكثر من الانسان العادي من حيث المياه كي غادي تكونسومي كرياتين خصك تزيد دوبلي لا كونتيتي تاع الماء سما فريمون لوبيراسيون باش تشرب كاع هذاك الماء غادي تجيك واعره وكاباب دير لك دي بروبليم ما تعسيش كاع في الكليه ولا في صوالح اخرين بعد شهر سما انتم ماذا بكم لا كرياتين تاعي ايسيو ما تكونسوموهاش باسكو كاباب يكون عندها دي زيفي نيجاتيف عليكم. الو رانا لحقنا لافان تاع لا فيديو ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون فادتكم ان شاء الله تكون نفعتكم اذا نسيت كاش حاجه ولا كاش انفورماسيون كتبوا لي في لي كومونتير وقولوا لي شنو حابين نهضروا في لي بروشين سوجي وكما قلت لكم ان شاء الله اذا تلاقي تفاعل راني ايسيي نزيد لكم دي فيديو واحد اخرين باسكو انا الله غالب راني بوغ لو مومون اكتيفي مع الانستغرام ونسيت باش نقول لكم اللي ما على بالهمش ولا اللي ما راهمش يتبعوني في الانستغرام راني بلو اكتيف تما مي حليت كونت جديد اللي راني مسميه هشام بالعابد نتاع هشام فيتنس ماهيش نخدم به وثاني راني نخمم من هذا الكونت يوتيوب رد لو نون تاع هشام بالعبد قولوا لي اون كومونتير اسكو خلوا هذا النون تاع هشام فيتنس ولا هشام بالعبد سينو في الانستغرام صاي يعني داير لو نون تاع هشام بالعبد وراح ندير لكم هنايا الانستغرام ثم روح وابونو بيان سور ماكسيموم دو بارطاج والضحك بيان سور الو هذه لا تنسوا الاشتراك في القناه وديروا جيم باش لا فيديو تطلع وتزيد تبان وهذه هي صحة لكم تهلاو في رواحكم سلام بوم.